ويا صباح الفل ويا صباح الورد على عيونكم الحلوين. بصوا بقى، يوم جديد كده وعايزين ناخد قرارات حرفيا تفيدنا عشان صحتنا. ازاي تحصلي على جسم رشيق؟ عارفه انت الكلام المجعلص بتقعد تسمعيه ده؟ انا النهارده جايه اقوله لك بكل بساطه وبكل يعني طريقه مبسطه قوي. ازاي بقى؟ ازاي هنخس؟ وازاي صحتنا تبقى احسن؟ طب يا منى، انا عندي خشونه في المفاصل، عندي فقرات بتوجعني بسبب وزني الزياده، ظهري بيوجعني، الدكتور قال لي خسي عشان صحتك تبقى احسن، والصراحه انا نفسي اخس وعايزه يبقى شكل حلو كده، والسنه داخله جديده ان شاء الله علينا وعايزين نبقى امارات. ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده عن طريق كورس الاناسيليا. اربع منتجات وهديه وخصم 50%، شحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه العربيه المصريه، وكمان متابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. ينفع اخس بطريقه صحيه وطبيعيه؟ ينفع. طب مكونات طبيعيه وامنه؟ ينفع. طب مصرحه من وزاره الصحه المصريه؟ جدا جدا. طب يا منى قولي لي، يعني مش هيعمل لي لا اكتئاب ولا ارق ولا بقى يلعب على هرموناتي ولا الحاجات دي؟ اصلا نفسي احمل والدكتور قال لي خسي عشان تحمل. ينفع؟ ينفع. كل ده معانا مع كورس الاناسيليوم. هتخسي بطريقه طبيعيه وامنه وبدون اثار جانبيه بدون اي مشاكل، مصرح من وزاره الصحه المصريه. عشان كده منورانا النهارده، هنحكي اكتر في تفاصيل مع دكتوره شذى الخولي، صيدلانيه متخصصه في مجال مستحضرات التجميل. صباح الورد. صباح الفل يا منى. الاخبار؟ الحمد لله. يا رب تكوني بالف خير. الحمد لله حبيبتي. عايزين نعرف اكتر، مشاهدين هيلثي لايف اللي منورينا دلوقتي بيشوفونا، عايزين نعرف اكتر على كورس الاناسيليوم وقد ايه ان هو طبيعي وامن ونقدر نخس كده بطريقه طبيعيه وامنه من 10 ل 15 كيلو. ها ركزي معايا بقى. طيب الفكره انه طبعا كورس الاناسيليوم من الحاجات طبعا الممتازه جدا اللي عامله نجاحات كبيره جدا في يعني في مجال التغذيه والتخسيس وانقاص الوزن والحاجات دي كلها. ودايما الناس بتتساءل، يعني انا عندي سمنه، طيب انا اعرف منين ان انا عندي زياده في الوزن؟ او انا مثلا ممكن انا عندي زياده 5 كيلو، ده اعتبره زياده في الوزن؟ ينفع اخد الكورس؟ هيكون امن مع الامراض؟ الحاجات دي كلها عايزه اقول لكل الناس انه السمنه بتكون انواع. يعني في ناس بيجي لها سمنه بسبب العادات الغذائيه الغلط اللي بنعملها، ان احنا ناكل كربوهيدرات كتير او ناخد سكريات كتير او ناخد دهون كتير، ودي تقريبا ثلاث ارباعنا يعني عنده السمنه بسبب العادات الغذائيه الغلط، لان دي طبعا حاجه بسبب الوجبات السريعه اللي موجوده دلوقتي والحاجات الكتيره اللي بقت موجوده، ويعني الاكل الكتير اللي بقى كويس جدا وموجود. او بنقسم وجباتنا غلط، يعني باكل كربوهيدرات اكتر من البروتين والخضار والحاجات دي كلها. صحيح. أيوه. او كمان في ناس عندها سمنه وراثيه، يعني في ناس بتلاقي عندها جين وراثي، الجين الوراثي ده هو اللي بيكون مسؤول، تلاقي مثلا تقول لك انا وماما وبابا واخواتي عندنا زياده في الوزن، عند بنعاني من السمنه، ودي حالات برده بتكون موجوده كتير جدا. وفي السمنه اللي هي بسبب التوتر والضغط العصبي، بسبب ما اوقات امتحانات الشغل، او احنا مثلا في اليوم العادي بتاعنا بنكون متعرضين لضغوطات كتيره فبناكل كتير، او بناكل برده حاجات مش صحيحه، ناخد سكريات كتير. أيوه. عارفيهم ها، ان هرمون الكورتيزول لما بيعلى هرمون الانسولين بيعلى. صحيح. وكمان بيعمل اللي هو التوتر، فبيخليني دايما رايح، يعني مثلا الشكوى تقول لك انا باكل سكريات كتير ودي مشكلتي الكبيره، انه لا ده انا مش بلاقي نفسي غير انا باكل سكريات بس. ما ده طبعا غلط جدا، احنا كده بنبوظ طبعا التوازن اللي بيكون ما بين هرمون الانسولين ونسبه الجلوكوز في الدم. فالنهارده بقى نتكلم بالتفصيل على الحل لكل المشاكل دي ولكل انواع السمنه وحتى الامراض المزمنه المصاحبه للسمنه عن كورس الاناسيليوم المكون من اربع منتجات، وهما كبسولات الاناسيليوم واعشاب القهوه الخضراء وكمان كريم شد الترهلات واقراص الكاتيكا. النهارده عليهم خصم 50% وكمان هديه، وهي غسول البشره والشحن مجانا لكل محافظات ومتابعه مجانيه مع اخصائيين التغذيه. وهنقدر نطلب الكورس منين؟ ركزوا من على الارقام اللي ظاهره قصادكم دي، او من صفحه وان دايت اللي موجوده دلوقتي على الشاشه. تمام، هنقدر نطلب منها برده والفريق الطبي المختص هيرد علينا. تمام بالزبط. نرجع بقى نبتدي نتكلم عن المكونات. ايوه المكونات. صحيح. الكورس الاناسيليوم اول منتج فيه وهو الاناسيليوم. بالظبط. اول حاجه احنا قلنا انه الكورس الاناسيليوم على بعضه مكون من اربع منتجات، هنتكلم على اول منتج والمواد الفعاله اللي فيه اللي هو كبسولات الاناسيليوم. كبسولات الاناسيليوم
السيليوم بتحتوي على مادة فعالة طبيعية وآمنة 100%، بالإضافة طبعا إن الكورس كامل متكامل مرخص ومصرح من وزارة الصحة المصرية. طيب ألياف السيليوم الموجودة في كبسولات الأناسيليوم دي إيه فايدتها؟ أولا بتديني إحساس كبير جدا بالشبع، بتحسسني إن أنا شبعان لمدة طويلة جدا، يعني أنا لما باخد جرعة واحدة الأناسيليوم بيحسسني إن أنا شبعان لمدة 6 ساعات. طيب وحاجة كمان مهمة ألياف السيليوم بتعملها، إن هي بتعمل توازن ما بين هرمون الإنسولين ونسبة الجلوكوز في الدم. يعني إيه؟ يعني الناس اللي عندها شراهة لأكل السكر عايزين ياكلوا سكر كتير، لا مش هيحسوا الإحساس ده مع كبسولات الأناسيليوم ومقاومة الإنسولين. بالظبط، وناس اللي عندها تغذية بسبب ارتفاع برضه هرمون الأنسولين. صحيح، وبيكون ليها طبعا حاجات تانية مترتبة عليها بتكون عشان الناس سوري مش قصدي اقاطعك، بس على قد انا قصدي يعني قصدي الناس اللي عندهم حتى مقاومه انسولين هينفع، لان مقاومه الانسولين سوء تغذيه. بالظبط، السكر الاثنين سوء تغذيه. صحيح، فهو هيظبط لهم. اللي هو النوع الثاني ده قصدي اطمنهم. ايوه بالظبط. لا واحنا قلنا انه كورس الانسولين مطمن الناس تاني ان هو امن مع كل الناس اللي عندها امراض مزمنه. طيب هنيجي نقول ايه تاني مميزات الياف السيليوم؟ بيظبط لي كوليسترول الدم، بيظبط لي نسبتيه، بيظبط لي كمان ضغط الدم، بيظبط ضغط الدم المرتفع وضغط الدم المنخفض. يعني الناس اللي عندها ضغط الدم ما تقلقش خالص، وهيظبط لي نسبه السكر في الدم. ايوه يعني عايزه اقول انه في ناس بيكونوا بيعانوا من مرض السكر من النوع الثاني، مع كورس الانسولين بيطلعوا ان هم نازلين في الوزن وخسوا، وفي نفس الوقت كمان بيكونوا اتعالجوا من مرض السكر. حلوه جدا، يعني احنا كده عندنا اول حاجه هتخليني شبعانه فتره كبيره قوي واقدر اسيطر لي على الجوع. بالظبط، ولو عندي مقاومه انسولين او عندي سكري اثنين هيقدر ان هو يحسن لي من الحاله بتاعتي، بدل ما اروح وابتدي الجا لطرق كتير قوي مش لطيفه خالص، او ابتدي ادخل في مراحل بعد كده ممكن تبقى متاخره. فخلينا في زي ما بقول في الحته الامان، تمام، ان احنا نلحق نخس بطريقه طبيعيه وامنه وصحيه بدون حرمان وبدون رياضه. يعني لو انت صحتك مش هتقدري انك تعملي رياضه هيكون مناسب ليكي جدا. طب مدام سميره صباح الورد. صباح الفل، عامله ايه يا مدام سميره؟ بخير الحمد لله. يا رب دايما. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم دكتوره شهد؟ اكيد يا روحي، اتفضلي معاكي. ميرسي. هو حضرتك انا دلوقتي وزني 85 كيلو، بس تمام. المشكله ان الدهون كلها متراكمه في البطن، فعامله لي مشكله جدا في اللبس طبعا. اكيد. فحاجه مضايقاني، واخدت جلسات الكراي والكافيتيشن الحاجات ديت فتره، واخدت ايبر ميزو سيرابي. لا تعالي لي تاني، تعالي انا هقول لك انا واحده واحده. تعالي بقى، انت عملتي ايه؟ وبعد ما عملتي لقيتي ايه النتيجه؟ والله انا بالنسبه للابر كان نفاله هايل، يعني نفاله كان كويس جدا في وقتها. وبعد ما بطلتيها؟ لا بعد ما بطلتها للاسف المشكله زادت اكتر. صح، بخ زي ما انا بقول. صدقتوني. وبعدين يعني انا الاول كان جلدي كان مشدود، يعني كان فيه دهون بس الجلد مشدود. بعد ما بطلتها الموضوع زاد، وبقى الجلد يعني سوري بقى فيه زي رهرطه كده مش. طيب يعني قولي لي انت ما قلتليش كمان طولك قد ايه؟ انا طولي 158 او 157 حاجه كده. يعني انت طيب يعني مثلا كان في ولاده قريب او حاجه زي كده، ولا هي يعني ولا هي سنه سامة انت بتحبي الاكل؟ لا هو انا مشكله، لا مش بحب الاكل، يعني ممكن اكل في اليوم كله مثلا مره واحده اللي هي الوجبه الاساسيه بس. ما هي بقى يعني هقول لك على حاجه، دي برضو عاده غذائيه خاطئه، يعني تقريبا ثلاث ارباعنا بنقع فيها، ان احنا نخلي الوجبه اللي احنا بناكلها تبقى وجبه واحده طول اليوم. ده حقيقي. عايزه اسال سؤال، سامحيني يا سميره قطعتك تاني يا روحي، كنت عايزه اسالك لما انت عملتي جلسات الكافيتيشن التجميد ومش عارفه والتليف والتنحيت والحاجات دي جابت معاكي نتيجه؟ لا ما هي ما جابتش معايا نتيجه، اخدت حوالي مثلا 12 جلسه. ايوه دفعتي فيهم فلوس كتير صح؟ طبعا. محدش بيجي لي قبل الكافيتيشن، ليه بتقولي بعد الكافيتيشن؟ تعالوني قبليها عشان اقول لكم. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا دفعت رقم قياسي فتره قصيره جدا عشان اقول لكم ان الكورس هيوفر لكم فلوس كتير وخصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه ومتابعه مجانيه كمان مع الفريق الطبي المختص. لا وهيوفر لها كمان، هيوفر لك كمان مجهود، وهيوفر لك كمان ان انت مش هتحسي ان انت تعبانه، لان انا عارفه قد ايه ان بعد الجلسات دي بيكون في اثار جانبيه. طب شرفت استاذه سميره، مدام سميره. حضرتك
ايوه يا روحي تمام. يعني عايزه اقول لك ان انت اكيد طبعا حسيتي ان انت تعبانه بعد الجلسات، وطبعا حصل لك اثار جانبيه ممكن بعد الحقن، تحسي ان انت عندك حراره او عندك قوي. اعراض زي اعراض البرد، وكمان يعني الجلسات كلها فعلا بتكون مرهقه ماديا وجسديا، وبتحسي ان انت تعبانه، وبعدين لو رجعتي تاني تاكلي فتحسي ان انت كل اللي انت عملتيه ده راح على الارض. فيعني بصي بقى احنا نقول لك دلوقتي هتعملي ايه بالظبط، وكمان التوصيل هيكون مجانا. هي اسالها لسه سؤال تاني، عايز اسالك سؤال، انت عندك اي امراض مزمنه؟ لا وانا عندي ضغط بسم الله عليك الف سلامه عليك وقولون اسم القولون ده القولون عشان دفعت الجلسات الكتير صح؟ قولون تعبان لا وهي عشان كمان بتاخد ممكن وجبه واحده بس في اليوم، فده بيكون يعني غلط على الجهاز الهضمي بتاعها. لا انا كنت بهزر معاها، انا القولون وجعها. كنت باخد قبل الجلسات لا يا ربي بعد الجلسات كنت باخد اقراص لوبي 6، ده عايز اقول لحضرتك اني دخلني في حاله اكتئاب فظيعه. يعني لدرجه ان انا جاي عليا لحظات ان انا كنت عايزه انتحر من كتر الاكتئاب. الله عليكي بعد الشر عنك. طب قولي لي انت عمل لك ارق كمان ولا بس عمل لك اكتئاب؟ ارق وعدم نوم متقطع يعني اشتغلت على مراكز الشبع في المخ، واشتغلتي على الهرمونات الطبيعيه اللي جسمك بيفرزها بطريقه طبيعيه، طبعا عملت فيها اضطراب فبوظت كل حاجه، يعني كل المنظومه بتاعه الجسم. خلاص يا روحي انت زي الفل، ما تقلقيش هتاخدي خصم 50% وهالشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، واطلبي من على الارقام الموجوده هتاخدي خصم 50%. ها وانت بقى موضوع الجلسات ده والحاجات دي كلها، احنا معانا اربع منتجات وعليهم هديه وهيجي لك لحد البيت وانت قاعده مجاني، الشحن مجاني. بس اهم حاجه ما يدخلنيش في اكتئاب ابدا يا روحي، ملناش اي اثار جانبيه. مصرحي من وزاره الصحه المصريه، خلي مزاجها كويس جدا علشان الياف السيليوم من الحاجات اللي بتظبط وبتعلي نسبه هرمون السيروتونين، وده هرمون السعاده، الهرمون اللي مسؤول على ان المود يبقى كويس، فهتخلي مزاجك كويس جدا. ده انت كمان لما تقفي قصاد المرايه السيروتونين كمان هيعلى وهيعلى لما تلبسي خستي من ده. حلو قوي، وهرمون السعاده ده احنا عايزين منه كتير بقى. ان شاء الله يا روحي ان شاء الله. ربنا يسعد قلبك يا رب. شكرا جدا ليكي لمكالمتك الحلوه، شرفتينا. بصي بقى هي جربت الحاجات اللي انا عماله اقول عليها، يا جماعه بلاش نعمل، ما حدش بيجي لي قبل الجلسات، كله بيجي لي بعد الجلسات. بس عايزه اقول لك على حاجه، احنا خلينا نطمنها، يعني هي الهدف بتاعها يعني مش كبير، هي عندها تقريبا وزن زياده من 30 ل 35 كيلو، تمام يا سميره؟ فانت كورس الانسيليوم يقدر ينزلك في الوزن من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد. التراخيص يعني موجوده دلوقتي، هي ظاهره على الشاشه. التراخيص موجوده بتاعه كورس الانسيليوم كله مرخص من وزاره الصحه المصريه. كملي يا حبيبتي. يعني هي طبعا انت هتقدري تنزلي في الوزن من 10 ل 15 كيلو في الشهر الواحد، ودي طبعا حاجه ممتازه جدا، يعني انت في خلال شهرين هتنزلي الوزن الزياده اللي عندك. انت بتقولي عندك مشكله ان الدهون متراكمه في بعض الاماكن، طيب ضغط. الالياف ما احنا هنقول لها كمان هتعمل ايه مع الضغط. الالياف بتاعه السيليوم هتبدا تشتغل على الدهون الموضعيه وتخلي الجسم يطلع الطاقه بتاعته علشان يحرق الدهون الموضعيه. اعشاب القهوه الخضراء من الحاجات الممتازه جدا، هتعلي لك معدل الحرق وهتخلي معدل حرقك زياده جدا، وبالتالي كمان هتظبط لها الجسم وهتظبط لها كل حاجه، وهتخلي الدهون الموضعيه اللي موجوده في منطقه البطن او ايا كان ايه المنطقه تبدا الدهون دي تتكسر وتبدا تتحول لطاقه. طبعا معدل حرقها هيزيد جدا، الضغط هيتظبط عن طريق الياف السيليوم، وكمان هيتظبط عن طريق القهوه الخضراء، وكمان اقراص الكاتيكا. اقراص الكاتيكا طبعا فيها فيتامين د وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم، كل دول هيظبطوا لك ضغط الدم وهيظبطوا لك معدل فيتامين د في جسمك اللي هيزود لك معدل الحرق. نيجي بقى لكريم شد الترهلات، ولا اي جلسات ولا ابر ولا فلوس كتير، هو كريم واحد فيه مادتين هما الكافيين والكولاجين. الكافيين علشان يحرق الدهون الموضعيه، والكولاجين علشان يشد الجلد ويخلي مفيش اي ترهلات بعد ما تنزلي من الوزن. وكل ده النهارده هتقدري تاخديه بخصم 50% وشحن مجانا ومتابعه مجانيه مع اخصائيين تغذيه، فريق طبي متميز جدا، وكمان هتاخدي هديه وهي غسول البشره. حلو قوي. هنطلب من الارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي دي، وعليها واتساب، وعليها كمان نقدر نتصل، والفريق الطبي المختص هيرد علينا. وكمان صفحه وان دايت اللي بالعربي والانجليزي هما الاثنين جنب بعض كده، نعمل لها فولو اوعى تنسوا، ونقدر نطلب منها كمان صفحه وان دايت، ايوه اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه حالا، هي دي اللي هنطلب منها برضو الكورس. يبقى احنا عندنا الارقام وعندنا صفحه وان دايت ومرخصين من وزاره الصحه المصريه، وقلنا شحن مجاني وخصم 50% ومتابعه مجانيه مع الفريق الطبي. وهنرجع تاني نكمل المكونات.
تاني حاجة صح؟ نتكلم بقى عن تاني حاجة وهي أعشاب القهوة الخضراء. أعشاب القهوة الخضراء هي من الحاجات اللي عاملة طفرة كبيرة جدا في يعني عايزة أقول لكم مجال التغذية. ليه بقى؟ لأنه أعشاب القهوة الخضراء الناس كلها دايما يجي في دماغها طب دي قهوة زي القهوة اللي احنا بنشربها العادية؟ لا، القهوة الخضراء بتكون حبوب القهوة لسه على الصورة الطبيعية بتاعتها، ما دخلتش مرحلة التحميص، دايما الحاجة الطبيعية كده بتبقى محتفظة بالحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها، بتبقى فيها نسبة عالية جدا من أحماض الكلوروجينيك بنسبة كبيرة جدا، دي بتقدر تزود معدل حرق الجسم بنسبة 4 أضعاف عن المعدل الطبيعي بتاع الجسم، بالإضافة كمان إن هي بتظبط لي ضغط الدم. يعني الناس اللي بتسمع كلمة قهوة لا أنا عندي الضغط مش هقدر أخده، لا هتقدري أو هتقدر تاخد أعشاب القهوة الخضراء لأن هي كمان بتقدر تظبط ضغط الدم، بالإضافة إنه القهوة الخضراء من الحاجات اللي فيها نسبة بوتاسيوم ومغنيسيوم عالي جدا، فبتظبط المعادن اللي موجودة في الجسم اللي بتفيدني طول رحلة الدايت بتاعتي أو رحلة إنقاص الوزن. حلو قوي، يبقى احنا قلنا من الأربع منتجات قلنا الأقراص، الأناسيليم، أعشاب القهوة الخضراء، ولسه ناقص كمان معانا مكونين. أنا عايزة أتكلم باستفاضة شوية عن كريم شد الترهلات، عشان بدل ما أروح أدفع فلوس في الجلسات واروح ادفع فلوس في الابر اللي بتحرق الدهون والكلام ده كله، وتقول لك انا كمان شكل جلدي بقى اوحش من الاول وبطني كبرت اكتر من الاول، واديني اهو بقول لكم ان الحاجات دي ليها اثار جانبيه سيئه، اثار جانبيه على صحتك، جسمك مش حقل تجارب، انت ربنا مديكي صحه الحمد لله فضل رب العالمين حافظي عليها، وبالعكس ده انت حاولي تحسني منها كمان وتبقي افضل وافضل وافضل، ودي مش حاجه وحشه، يعني بالعكس ان احنا نكون افضل. انا طول الوقت بحاول اسعى اكون افضل، وكلنا بنحاول نسعى نكون افضل، صحتنا، شكلنا، نبقى راضيين عن نفسنا، البس اللي نفسي فيه كده وانا راضيه عن نفسي وعن شكلي. مين هيعرف يظبط الموضوع ده؟ هو كريم شد الترهلات، بس هنشرحه بعد ما ناخد امل. صباح الورد. صباح الفل يا استاذه منى، عامله ايه حضرتك؟ تسلمي لي يا روحي، انت اسمك على اسم الغاليه حبيبه قلبي امي، تسلمي لي يا روحي. حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يبارك لك ويبارك لك فيها يا رب. الله يبارك لك، ربنا يبارك لك فيها. صباح الجمال. صباح الورد. ازيك يا استاذه، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيكي، منوراني يا روحي. منور بيكي، ربنا يخليك يا رب. اتفضلي. دلوقتي انا عندي بنتي عندها 18 سنه. تمام. بتحب الحلويات بطريقه رهيبه. ربنا يحفظها. تمام. يا رب، عشان هي حلوه يا بس رب. ايوه حبيبتي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا رب. بتحب الحلويات جدا، على طول اكلها ما بتاكلش الخضار الصحي، ما بتاكلش اي حاجه صحيه للاسف، كل اكلها عارفه نظام اللي هو حلويات، نظام فاكهه، نظام مش عارفه اندومي، معلش يعني المنتجات اللي هي ملهاش اي 30 لازمه من الاخر يعني. للاسف جسمها طبعا اتملى بطريقه رخمه قوي يعني. طب وزنها كام بقى قولي لي؟ وزنها 95 للاسف. لا عادي، روح ان شاء الله تتظبط يعني، لسه انت الموضوع ده يعني مسبب لي انا اكتر منها هي. مش في دماغها على فكره، يعني هو مسبب لي انا اكتر منها مشكله كبيره. احنا كامهات مركزين قوي مع عيالنا، انا عارفه. ايوه، وبعدين هي في سن، هي في سن يعني معلش، فصعب قوي ان هي توصل للمرحله دي. بدري قوي كده قصدك؟ واخده بالي. تمام. فبحاول ان انا يعني اديلها يعني اقول لها لا كلي ده، ما تاكليش ده، طب تعالي روحي للدكتور، رافضه نهائيا ان هي ايه تستجيب معايا في اي حاجه. حلو قوي، فانا مش عارفه اتعامل معاها خالص. طب هو في اي امراض لا قدر الله صح يعني؟ لا 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 الحمد كله لله. تمام. وطولها قد ايه؟ طولها 160 ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يحفظها لك يا رب. تمام، ربنا يخليك يا رب. عايزه اقول لك انك انت هتاخدي خصم 50% وشحن مجاني عشان كلمتينا، ومتابعه مجانيه مع الفريق الطبي، 4 منتجات وهديه. الله يبارك لك يا رب، يديك الصحه يا رب والعافيه. ميرسي يا دكتور، حاسه بيه. عشان مش عايزاكم تروحوا تلجاوا للحاجات الغاليه جدا اللي في الاخر ما بتجيبش نتيجه خالص وليها اثار جانبيه. لا حاجه فعلا تجيب نتيجه، وبعدين انا يعني انا بشتغل وزمايلي بصراحه يعني كان ليا بصراحه واحده زميلتي كلمتكم قبل كده وخدت المنتج بتاعكم وشكرت فيه جدا يعني. حلو جدا، ربنا يبارك فيك. فقلت يا مسهل يا رب يجعله خير يعني، ويجعله بدايه خير باذن الله. حلوه جدا. الدكتوره شذى، حضرتك عندك اي سؤال ليها؟ لا تمام كده، هي قالت كل المعلومات اللي هي عايزه. شكرا جدا ليكي ومكالمتك الحلوه، شرفتينا ونورتينا يا غاليه. تمام اوكي، عايزين بقى نقول نطمنها على بنتها، وان هي تقدر ان هو يعني تديها الكورس، وقد ايه هل ينفع من سن كام؟
ده اهم حاجه عشان هل 18 17 المناسب. بصي هي دلوقتي مشكله بنت استاذه امل عندها مشكله طبعا هي عند كل الناس في فتره المراهقه والاطفال. كورس الانسيليم المميز الصراحه فيه ان هو ممتاز جدا مع الاطفال من سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه او الى ما شاء الله يعني. فدي حاجه طبعا مهمه جدا وبتفيد ناس كتير جدا وامهات كتير جدا بيبقوا جربوا ان هم يضغطوا على اولادهم في الاكل يخليهم يروحوا والجيم يعملوا دايت. الحاجات دي كلها بتأثر على نفسية الطفل سواء من سن ال 12 سنة او سن المراهقة زي بنوتك ربنا يخليها لك. فالفكرة بس ان انت عايزة تديها حاجة تحسسها بالشبع لمدة كبيرة جدا وفي نفس الوقت تنزلها بسرعة في الوزن وكمان تزبط لها بقى الهرمونات اللي عندها وتزبط لها مستوى السكر في الدم وتخليها تقلل شوية من شراهة الاكل الحلويات عن طريق ان هي هتاخد كورس الانسيليم كامل على بعضه، هتاخد كبسولات الانسيليم، اعشاب القهوه الخضراء، وهتاخد اقراص الكاتيكا وكريم شد الترهلات. طيب هيفيدوها بايه؟ الكورس كله على بعضه هينزلها 15 كيلو في الشهر وممكن كمان ازيد لان هي في عمر صغير خالص، معدل حرقها هيبقى كويس وهيزيد بالتدريج وهيبدا يرتفع جدا مع اعشاب القهوه الخضراء وهيظبط لها كمان اقراص الكاتيكا هتظبط لها مستويات فيتامين د في جسمها والكورس كله على بعضه هيظبط لها الفيتامينات والمعادن بتاعتها وهيديها طاقه. وكمان يعني عايزه اقول لك ان هو وقت المذاكره اعشاب القهوه الخضراء ذهني ونشاط بدني هتخليها حاسه كمان ان هي عندها طاقه طول اليوم. وهتتواصلي النهارده على ارقام التواصل الظاهره عندك على الشاشه، هتاخدي الاربع منتجات عليهم خصم 50% وشحن مجانا ومتابعه مجانيه مع الفريق الطبي، وكمان هتاخدي هديه النهارده غسول البشره. حلو جدا، شايفين بقى الارقام دي؟ هي دي اللي هتطلبوا منها الكورس وهتاخدوا الخصم، والخصم كمان وكمان هتقدروا تطلبوا من صفحة وان دايت اللي موجودة دلوقتي على الشاشة، هي دي اللي هنقدر نطلب منها بالعربي وبالانجليزي وان دايت تمام. والارقام عليها واتساب ومكالمات والفريق الطبي المختص بنفسه هو اللي هيرد عليكي وهيتابع الحالة بتاعتك مجانا من الالف للياء. وهنرجع تاني للمكونات دلوقتي نكمل بقى بقية المكونات. احنا قلنا عايزه اتكلم عن كريم شد الترهلات وقد ايه ان هو امن وطبيعي ومصرح من وزاره الصحه المصريه وملوش اي اثار جانبيه. تمام، هي بتبقى المشكله ايه اللي بتظهر مع السمنه وانا بنزل وزني؟ انه بيبقى فيه مناطق معينه في جسمي بيبقى فيها زياده او فيها دهون موضعيه، فده اللي بيضطر الناس انها تلجا تقول لك انا عايزه اتخلص من الدهون اللي موجوده في المنطقه دي بالذات. دهون موضعيه وحياتك، دهون عنيده بالظبط، دهون موضعيه ودهون عنيده اللي هي عارفه انت اللي معنته معايا دي. أيوة. مهما اعمل اللي هو انا مهما اعمل دايت دي على فكره شكوى عامه اللي هو يقول لك انا بنزل امشي فبلاقي نفسي ان انا رجلي رفعت ومنطقه البطن ما نزلتش، بلاقي نفسي عملت دايت والجزء العلوي عندي هو اللي زياده وفي الدهون اللي هي العنيده في منطقه الدراعات او في منطقه الصدر. هو حل واحد انه كريم شد الترهلات بيشتغل بطريقتين، ان هو في ماده الكافيين، الكافيين من الحاجات اللي بتنشط الدورة الدموية في المنطقة اللي بيدهن عليها، بيبدأ يشتغل على ان هو يحرق الدهون العنيدة اللي موجودة في المناطق الموضعية اللي بيدهن عليها بشكل طبيعي وآمن وفعال. يجي بعدها دور المادة الفعالة التانية وهي الكولاجين. الكولاجين من الحاجات اللي بتعمل مرونة للجلد، فأنا أنزل الدهون اللي موجودة تحت الجلد وحافظ على الجلد يكون مشدود، فيعني هوصل في الآخر ان انا عندي مظهر الجلد هيكون ممتاز مفيش اي علامات تمدد اللي بتضايقنا سواء كنا ستات او رجاله. حلو جدا، ده كده كان ثالث منتج. رابع منتج معانا اقراص الكاتيكا. اقراص الكاتيكا عايزين نعرف اكتر برضو باستفاده. وخليني انوه تاني عن الكورس الانسيليم اللي هو اربع منتجات وهديه، والهديه دي غسول بشره عشان بشرتك تبقى حلوه وجميله كده وفاتحه ولطيفه معانا. الاربع منتجات دول قادرين ان هم يخلوكي حاسه بالشبع فتره كبيره قوي وقادره تسيطري على الجوع، ونزيد عليهم كمان انك هتخسي من 10 ل 15 كيلو وكمان هتشد الجلد اللي هو مطرح ما هتخسي طبيعي. بدل ما اروح الجا للجلسات هنشد الجلد ازاي؟ عن طريق كريم، قلنا كريم شد الترهلات، وهنظبط لك المناعه الجسديه كمان عن طريق اقراص كاتيكا اللي فيها فيتامين د وفيها مغنيسيوم وكالسيوم وكاف اتنين. وينفع الكورس من اول سن 12 سنه لحد السن كام؟ 70 80 سنه. واهم حاجه هنزود الحرق اللي هو ميزاني ما بيتحركش، او ان انا يا منى والله وزني ثابت ومش عارفه اعمل ايه، او بخس كيلوهات بسيطه خالص. مين هيزود لي الحرق وهيزود لي النشاط البدني بدل ما انا حاسه اني خملانه وتعبانه؟ هو اعشاب القهوه الخضراء. يبقى اربع منتجات
وهدية غسول بشرة وخصم 50% وشحن مجاني لجميع أنحاء الجمهورية العربية المصرية اللي منورينا دلوقتي وبيشوفونا، وكمان متابعة مجانية مع الفريق الطبي المختص. وهنكمل رابع منتج وهو أقراص كاتيكا. أقراص الكاتيكا، احنا طبعا يعني عايزة أقولك في الميدل إيست في الشرق الأوسط كل عندنا شمس، بس تيجي تشوفي يعني 75% مننا تلاقي عندنا لما بنعمل تحاليل عندنا نقص في فيتامين د. نقص فيتامين د من أكبر المشاكل اللي بتخلي الناس تحس إن هي وزنها ثابت مش بينزل. يبقى الشخص بيعمل دايت ويعني مموت نفسه من الدايت وحارم نفسه من الاكل طول الليل والنهار، ويقعد يقول لك انا مش عارف فين المشكله، انا وزني ثابت، انا مش بنزل خالص في الوزن. فنيجي ندور على الاسباب ونمشي خطوه خطوه نلاقي سبب من الاسباب انه فيتامين د عنده قليل جدا. فيتامين د من الحاجات اللي مهمه جدا علشان تزود معدل حرق الجسم. طول ما انا مظبط فيتامين د ومخلي المعدلات بتاعته طبيعيه او فوق كمان الطبيعي، طول ما معدل الحرق عندي في جسمي ممتاز جدا جدا. كمان فيتامين د من الحاجات المهمه جدا علشان صحه القلب وصحه العظام. واقراص الكاتيكا من الحاجات اللي طعمها حلو جدا وكمان فيها كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم. بيقولوا لهم ان هي بطعم الشوكولاته، الناس غالبا بتحب الشوكولاته زي كده بطعم الشوكولاته. يعني لو انا نفسي في اي شوكليت او اي حاجه وانا قاعد كده هاخد اقراص الكاتيكا. طبعا هي من الحاجات المميزه جدا انه طبعا زي ما احنا بنقول طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت هتديكي كل الفيتامينز والمعادن اللي كلنا محتاجينها. انه كمان المغنيسيوم من الحاجات اللي بتظبط نسبة وبتعمل توازن المعادن في الجسم بتاعنا، فبتخلي جسمنا طبعا في حالة فوقان ومفيش اي همدان ولا اي خمول. وطبعا فيتامين د من الحاجات طبعا المهمة جدا. هنرجع له تاني، هنرجع تاني لأقراص كاتيكا لأهميتها الكبيرة قوي في حياتنا، وان انا بدل ما اروح اشتري فيتامين من بره او فيتامين نقول ايه مستورد او الحاجات اللي بتبقى بفلوس كتير قوي دي، احنا وفرنا لكم كاتيكا من ضمن منتجات او من ضمن الكورس الانا سيليوم اللي هو الاربع منتجات والهديه الغسول، وكمان شحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه المصريه، وكمان 50% خصم 50%، وكمان متابعه مجانيه اسبوع مع الفريق الطبي. فاصل وراجعين. شكرا. صباح الورد تاني على عيونكم الحلوين، ولسه مكمله معاكم. كل مره اقول لكم رحله، صدقوني ده قرار اكتر من هو اي حاجه تانية. قرار اخس عشان شكلي، اخس عشان صحتي، اخس عشان ابقى راضيه عن نفسي. اعرف ناس حرفيا مش راضيين عن نفسهم، ودي مشكله كبيره قوي نفسيه، وبيعمل لهم اكتئاب وانعكاس الصوره في المرايه قد ايه مش عايزه حتى تشوف نفسها. طب ليه نوصل للمرحله دي؟ طب ما احنا قادرين نخس بطريقه طبيعيه وامنه ونبقى جسمنا شكله حلو وراضيه عن شكلي. ومصدقيني هيفرق معاكي كتير قوي قوي في ثقتك، مشيتك، في كلامك، في طريقتك، في مركزك. كل ما ثقتك كده بتبقى كتير كده ما شاء الله، كل ما انت هتلاقي نفسك انك انت بتتطوري وبتتحسني احسن واحسن واحسن ان شاء الله. طب ازاي وصحتك كمان؟ ده بس تطور على فكره شغل، انا بتكلم على الحياه كلها عامه، اجتماعيا ويعني في الشغل وفي كل مكان، حتى نفسيا هيفرق معاكي. قد ايه الوزن هيفرق معانا لما نخس عدد كيلوهات ممكن بالنسبه لك يبقى كبير قوي؟ صدقيني هو هتقدري تعمليه معانا، تخس الحبه الحلوين دول معانا من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد. هتلبسي اللي نفسك فيه، نفسيا هتبقى احسن، انعكاسك في المرايه هيبقى افضل كتير، صورتك تبقى افضل كتير وشكل متناسق. وسيبك بقى من الوزن المثالي والكلام ده، خليكي في انعكاسك في المرايه وقد ايه تكوني راضيه انت عن نفسك وعن شكلك. عشان كده لسه مكمله معانا دكتوره شذى الخولي منورانا، وعايزين نعرف اكتر عن التفاصيل كورس الانا سليم. خلينا بقى نفكر الناس اللي حتى لو حد لسه راجع معانا من الفاصل من اول وجديد، نفكرهم ان كورس الاناسيليوم مكون من اربع منتجات، هما كبسولات الاناسيليوم واعشاب القهوه الخضراء وكريم شد الترهلات واقراص الكاتيكا. النهارده كل الناس اللي بتتابعنا وبتتابع الحلقه يقدروا ياخدوا خصم 50% على الكورس كامل، متابعه مجانيه وشحن مجاني، وكمان يعني في هديه ممتازه جدا النهارده هي غسول البشره هنتكلم عنها دلوقتي. الصراحه انا عايزه بقى اقول للناس ان احنا كنا قلنا في اول الحلقه انه
السمنه ساعات بتكون وراثيه بسبب جينات. يعني مثلا اكيد في ناس دلوقتي بتتفرج علينا بتبقى مثلا حد انا وماما او اختي وانا وبابا واخويا، العيله مثلا بيكون عندها جين الوراثي. يعني عايزين الناس دي تتشجع وتتحمس ويبداوا ياخدوا الخطوه، ونقول لهم ان كورس الانسيليم من الحاجات الممتازه جدا اللي بتقدر حتى الناس اللي عندهم سمنه وراثيه وشايفين ان هم ما عندهمش اي حل، يقول لك لا خلاص احنا جربنا كل الحلول مفيش اي حل نفع معانا، لا كورس الانسيليم هيقدر ينزلكم في الوزن من 10 ل 15 كيلو في الشهر، ودي حاجه ممتازه جدا. هنظبط الفيتامينات بتاعه جسمنا، هنظبط المعادن، مفيش اي مشاكل، هنقدر نحل كل الامراض المزمنه اللي بتبقى مصاحبه للسمنه المفرطه او السمنه الوراثيه زي الضغط المرتفع او سكر الدم يعني المرتفع. يعني امن على الامراض المزمنه بالظبط، احنا بنقول للناس اهو انه امن مع الناس اللي عندها ضغط مرتفع والناس اللي عندها سكر من النوع الاول او النوع الثاني، وكمان الناس اللي عندها امراض في القلب لا قدر الله. وعايزه كمان اضيف حاجه مهمه جدا، انه احنا دايما طول الوقت بنهتم بنظافه بشرتنا ونظافه جسمنا الخارجيه. عايزه اقول لكم ان كورس الانسيليم من الحاجات اللي بتعمل ديتوكس للجسم من الداخل. يعني ايه؟ بكل بساطه يعني بنظف جسمي من الداخل من الشوائب والجذور الحره اللي بتاثر عليه، اللي هي ممكن تعمل لي ايه؟ اللي ممكن تعمل لي لا قدر الله سرطانات، ممكن تقلل لي معدل الحرق، ممكن تخلي في عندي مشاكل داخليه في الاجهزه الداخليه بتاعه جسمي. فالياف السيليوم مع اعشاب القهوه الخضراء هتديني مضادات اكسده عاليه، مضادات الاكسده دي اللي هتنظف الجسم وتخلي مفيش فيه اي جذور حره، وبالتالي هعلي معدل الحرق. بالاضافه انه القهوه الخضراء من الحاجات برضو اللي بتحتوي على مضادات اكسده بنسبه عاليه جدا جدا، وفي نفس الوقت هتظبط لي ضغط الدم لو كان ضغط الدم مرتفع. جميل جدا. هنرجع تاني لموضوع الشوائب الحره عشان مهم قوي قوي قوي، لان اول ما بتزيد في الجسم بيروح مضروب. يعني ايه مضروب؟ تلاقي بقى غده درقيه جت، تلاقي مش عارفه حصل مشكله في الجسم. ممكن لا قدر الله فعلا نوصل لانه يعني دايما بنقول انه الكانسر والحاجات اللي بتحصل دي لا قدر الله الامراض دي بيكون سببها فعلا الجذور الحره، اللي هي بتيجي من ايه؟ بتيجي من ان احنا طول الوقت بنتعرض للتلوث الخارجي، بتيجي من ان احنا طول الوقت بنطبخ في اواني طهي بتكون مش صحيه، بتيجي كمان من ان الخلايا الداخليه بتاعه جسمنا بتتنفس زي ما احنا بنتنفس، فالتراكمات دي جوه الجسم وجوه الخلايا بتاعه الجسم بتؤدي الى امراض وبتؤدي الى يعني سرطانات. ناخد مكالمه. صباح الخير يا دينا. صباح الورد، اخبارك يا استاذه؟ عامله ايه؟ كلها بتقولي صباح الورد، حفظ الكلمه بتاعت صباح الورد. عشان انتي ورده جميله يا قلبي، انت شفتي الاحمر كده. وطبعا الدكتور احلى ورده، ربنا يبارك. ربنا يبارك لك. تسلمي. ربنا يبارك لك يا رحمه. الله يخليك. اتفضلي يا روحي. مشكله الارطاب طبعا هي اللي بتقرق الكل، فانا ما عندي مشكله دي وعايزه لها حل باي شكل. احنا بصي هنظبطك من ناحيتين، هنخسسك وهنشدلك بقى الاثنين. يا ريت. وهنظبط لك المناعه كمان، ونزيدي عليهم بقى كمان ان كريم شد الترهلات هيشد معاكي والحرق هيزيد. وبصي وكمان عليهم غسول هديه وخصم 50%. الله عليك. قولي لي كام عمرك؟ انا عمري 32 سنه. ووزنك؟ وزني دلوقتي وصلنا ل 90 كيلو. ما شاء الله. تمام. بس انا طويله، انا طولي 175. حلو ما شاء الله، حلو جدا. في اي امراض مزمنه لا قدر الله؟ لا الحمد لله مفيش اي حاجه ولا اي حاجه، بس عايزه تخلصي شويه الارداف. أيوة. من دايما الارداف بقى هي اللي يعني هبلاقي هي دي هي دي. لا يا روحي بتشر عنك. عندك حبيب. اي سؤال يا دكتور شذا ليها؟ لا تمام، هي قالت وزنها وطولها كل التفاصيل الحمد لله، كله تمام مفيش اي امراض. شرفتيني ونورتيني يا دينا. وحال دينا انت خدتي خصم 50% خلاص كده. يومكم قمر زيك. لا ايش يا روحي، تسلمي لي يا روحي، يعطيك الف عافيه حبيبي. شرفتيني ونورتيني يا دينا. اوكي دلوقتي دينا عندها شويه ارداف مضايقينها، خلينا نتفق برضو ان تقسيمات الجسم تختلف. صحيح، كل واحد بيكون ليه بالظبط، كل واحد بيكون ليه شكله المناسب. دايما بنقول ان كل واحد بيكون ليه الوزن اللي لايق عليه هو، يعني ما ينفعش ان احنا نقارن اوزان ارقام، يعني اقارن وزني بوزن اي شخص تاني، لا كل شخص بيكون ليه الوزن المناسب لشكله هو واللي يعني لايق على تقسيمه جسمه. فانت يا دينا هتعملي حاجه مهمه جدا، هتاخدي كورس انا سليم هينزلك في الوزن من
من 10 ل 15 كيلو في الشهر الواحد. انت محتاجه تقريبا تنزلي من 25 او تقريبا 20 كيلو لان انت طويله ما شاء الله عليكي. وكمان عندك مميزات كتيره جدا النهارده، انت هتاخدي خصم 50% على كورس الانا سيليوم، وهتاخدي هديه وهي غسول البشره، وكمان الشحن مجانا يعني الكورس هيوصلك لحد باب البيت، وكمان متابعه مجانيه مع فريق طبي متميز. لان بقى دايما بنقع في هو ايه، احنا عايزين حد يتابعنا، احنا هناخد الكورس ومحدش هيتابعنا؟ لا، الفريق الطبي كل اسبوع هيتابعك ويشوف انت نزلتي في الوزن قد ايه. وعايزه اقول لك ان انت ممكن بكل بساطة تنزلي 4 كيلو في أسبوع واحد اللي هو أول أسبوع ما تاخدي كورس الأنا سيليوم، ودي حاجة ممتازة جدا جدا. ويعني إن هو آمن كمان لو في أي أمراض مزمنة، بس هي الحمد لله ما عندهاش أي أمراض مزمنة، مصرحين من وزارة الصحة، ومصرح من وزارة الصحة المصرية. ويعني الهدية اللي هي غسول البشرة عايزين نتكلم عليها ونقول إن غسول البشرة من الحاجات اللي فيه مواد فعالة كمان طبيعية وآمنة على البشرة، بيعمل على تفتيح البشرة. يعني لو أي حد عنده تصبغات طالعين من الصيف بقى بالتصبغات او بالحاجات اللي هي بتبقى الشمس عامة، وكمان في كولاجين وفي فيتامين اي وحاجات كتيره جدا بتعمل ترطيب، وبتعمل كمان مفيش اي خطوط رفيعه حوالين العين ولا حوالين الفم، وبيكون ممتاز جدا مع كل انواع البشره. وهنزيد عليهم كمان يا دينا ان كريم شد الترهلات هيفرق معاكي قوي قوي في منطقه الارداف، تقدري تدهنيه. طبعا الفريق الطبي المختص هيقول لك ازاي الاستخدام، الجرعات كمان. ايوه، وكل لانه حاجة. هي على حسب الطول والوزن والحاله الصحيه، الفريق الطبي بياخد كل البيانات الحقيقه وبيدي لكل شخص الجرعات المناسبه ليه. حلو جدا، يبقى اتفقنا يا دينا كريم شد الترهلات هيفرق معاكي قوي في المكان ده يا حبي. ومكملين لسه معاكم، بس هنقدر ان احنا نطلب دلوقتي الكورس وناخد خصم 50% وشحن مجاني من الارقام اللي ظاهره على الشاشه او من صفحه وان دايت اللي هي عربي وانجليزي، والارقام كمان عليها واتساب. ناخد اسراء. صباح الورد يا اسراء. الو اسراء، صباح الخير. صباح النور، عامله ايه يا اسراء؟ الحمد لله يا رب دايما. بقول لحضرتك، هو انا كان عندي مشكله بس ان انا طولي 160 ووزني 85، يعني عايزه اسال اكتر عن المنتجات بتاعتكم. حلو جدا، عندك اي امراض لا قدر الله؟ لا، سنها كام؟ هي واضح ان صوتها صور. سنك كام يا اسراء؟ 22 22. طب في اي امراض لا قدر الله؟ لا لا ما فيش. تمام، 22 سنه و85 كيلو. وعايز تخسي قد ايه كده يا اسراء قولي لي؟ يعني 25 مثلا. وطب بطولك كام يا اسراء؟ 160. 160، يعني تقريبا عايزه تنزلي في الوزن من 20 ل 25. هي بتقول هي عايزه تخس خمسه، هي بتارجتها. لا هي عارفه هدفها، متصله وعارفه هي عايزه ايه بالظبط. شطوره، انا بيعجبني الناس. بس هي ممكن كمان لما تتابع مع الفريق الطبي يكون يعني توصل لوزن معين هم شايفين هو مناسب ليها ولصحتها، يبقى هو ده التمام، علشان يعني ايه تبقى هي مرتاحه نفسيا. لا بصي، احنا ما تلاقيش يا اسراء، احنا بصي هنخسسك من 10 ل 15 كيلو، وهتاخدي خصم 50% وشحن مجاني كمان يا روحي، وهطمنك اكتر بخصوص المكونات ان هي طبيعيه وامنه، وكورس مصرح من وزاره الصحه. عندك اي سؤال تاني؟ لا لا، ربنا يخليكي، شكرا. تسلمي لي يا اسراء، تشرفتيني ونورتيني بمكالمتك الحلوه دي يا قمر. اوكي، دلوقتي هي 25 كيلو، فقد ايه بقى تعرف تخلص 25 كيلو؟ عندها ميزه حلوه قوي، هي سنها لسه صغير، عندك 22 سنه، معدل الحرق بتاع جسمك هيبقى لسه كويس جدا، بالاضافه كمان انه الكورس كامل على بعضه، كورس الاناسيليوم المكون من كبسولات الاناسيليوم واعشاب القهوه الخضراء واقراص الكاتيكا وكريم شد الترهلات، هينزلك في الوزن من 10 ل 15 كيلو في الشهر. يعني انت لو شطوره كده ممكن تنزلي الوزن اللي انت عايزه تنزليه في شهر ونص، وتبقي خلصتي كل حاجه، هتحسي ان انت شبعانه وعندك طاقه. كمان القهوه الخضراء هتديلك انها هتساعدك ان هي تزود لك معدل الحرق بتاعك كمان، وكمان هتاخدي الفيتامينات اللي جسمك محتاج لها، وهيبقى عندك كده نشاط ومركزه في المذاكره، والذاكره بتاعتك هتبقى تمام، وهنظبط الهرمون اللي هو السيروتونين اللي هو مسؤول عن السعاده، يعني مش هيحصل اي اكتئاب مع المذاكره او خلاص ابدا مع الدايت او رحله انقاص الوزن اللي هي يعني هتكون عاملاها. الفريق الطبي هيتابع معاكي اسبوع باسبوع، والمتابعه هتكون مجانيه، وهتاخدي خصم 50% والشحن مجانا، وكمان هتاخدي هديه النهارده وهي غسول البشره. حلو جدا، وهنطلب برده منين الارقام اللي ظاهره على الشاشه عشان ناخد الخصم 50%، وعلى الارقام دي كمان عليها واتساب، وفي كمان صفحه وان دايت عربي وانجليزي نقدر نطلب منها الكورس وهناخد خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه العربيه المصريه اللي منورينا دلوقتي وبيشوفونا، وكمان هناخد متابعه مجانيه اسبوعي مع الفريق الطبي المختص. وصدقوني خدمه ما بعد البيع دي مهمة قوي 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 قوي، مع كورس مصرح من وزارة الصحة، مش بنبيع وخلاص،
لأ إحنا بنهتم بيكي لحد ما بتوصلي للنتيجة اللي أنت نفسك فيها، بنكون معاكي خطوة بخطوة وده اللي بيميزنا. نرجع تاني بقى للكورس الأنا سليم، وإحنا قلنا إن هو مصرح من وزارة الصحة وكمان بالظبط في مكون الصراحة إحنا عايزين نتكلم عليه وهو حاجة مهمة قوي، هي ألياف الأناناس. ألياف الأناناس دي موجودة في كبسولات الأنا سليم. ألياف الأناناس مهمة إن هي بتزود لي مناعة الجسم، بتحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين سي. فيتامين سي من الحاجات مهمة جدا علشان تزود لي مناعة جسمي، وفي نفس الوقت كمان هو مضادات أكسدة كويسة جدا، بيعلي لي برضو معدل الحرق، بيحافظ على جسمي وبيحافظ على النقاء الداخلي للجسم، وبيكون حاجة مميزة جدا. وكمان بيقدر يشتغل ألياف الأناناس بتقدر تشتغل على الدهون الموجودة بالتحديد في منطقة البطن. يعني بيدخل كده الدهون العنيدة؟ صحيح، بطن بقى ولا اي دهون بالظبط العنيده بالذات اللي هي اللي بتقعد معانا حبه حلوين دول. من مواد فعاله طبيعيه وامنه ومرخص ومصرح من وزاره الصحه المصريه، والكورس كله في كل المواد الفعاله الموجوده فيه كلها مواد طبيعيه، كل ماده فيهم بتكمل الماده الثانيه وكل منتج بيكمل المنتج الثاني علشان نوصل لمنظومه او نوصل ان احنا ننزل في الوزن واحنا حاسين احنا مرتاحين شبعانين عندنا طاقه، وفي الشتاء هنحس ان احنا دافين مش حاسين ان احنا عايزين طول ما احنا قاعدين ناكل علشان نتدفى، ومش عندنا شراهه الاكل السكريات، لو في اي امراض مزمنه لا قدر الله الكورس كامل بيقدر يظبطها عن طريق انه الياف السليم بتقدر تظبط ضغط الدم المرتفع، بتقدر تظبط نسبه الجلوكوز في الدم يعني بتظبط لي سكر الدم، وكمان بيشتغل على هو بيقلل نسبه الكوليسترول الضار، وبيقلل طبعا نسبه الدهون الثلاثيه اللي زيادتها بيؤدي الى امراض في القلب لا قدر الله. وكمان عندنا فيتامينات اللي هي اقراص الكاتيكا اللي بتكون طعمها حلو وكلنا بنحبه، هو طعم الشوكليت، ودي حاجه كويسه جدا، بيحتوي على فيتامين د وبيحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كلها معادن مهمه جدا. القهوه الخضراء من الحاجات اللي بتعلي معدل الحرق وكمان بتديني نشاط ذهني ونشاط بدني. وما تنسوش ان احنا النهارده عندنا خصم 50% على كورس الاناسيليوم كامل، والشحن مجانا ومتابعه مجانيه مع الفريق الطبي المتميز اللي بيتابع اسبوع بأسبوع مع الحالات بتاعتنا، وكمان الهدية النهاردة غسول البشرة. والأرقام اللي ظهر على الشاشة دي هنطلب منها وعليها واتساب وكمان صفحة وان دايت عربي وانجليزي، ونقدر نطلب والفريق الطبي المختص هيرد علينا عشان ناخد خصم 50% وشحن مجاني ومتابعة مجانية أسبوعية مع الفريق الطبي. ومعانا مشيرة. صباح الورد. صباح النور، زي حضرتك أستاذة منى؟ أهلا وسهلا بيك يا مشيرة، منوراني يا رحمة. يا رب من حضرتك. اتفضلي. ازيك يا فندم دكتوره شذا؟ اكيد يا روحي اتفضلي معاكي. بصي يا دكتور، انا ببقى خايفه من موضوع الادويه ده بصراحه، لان انا جربت انواع كتيره جدا وبحس ان هي بتعمل هبوط احيانا وكده، فانا كنت عايزه اعرف بس الاضرار او الاعراض الجانبيه بتاعت الادويه وكده، لان انا ببقى عندي خوف من ان انا استعمل اي نوع من انواع الادويه. طب قولي لي انت وزنك وزنك كام يا مشيره قولي لي؟ حاليا 85. انا كنت عامله دايت فتره وبطلت وكده، حسيت ان الوزن بيرجع، فانا ببقى خايفه برضو ان انا ادخل في موضوع الادويه والوزن يرجع تاني. طيب وطولك ايه؟ 160. طيب عندك اي مشاكل؟ عمرها عندك ضغط سكر؟ عمرها لا، هو بس الهبوط بس. كم انت كم؟ طيب انت عندك كام سنه يا مشيره؟ 30. انت اصلا على طول عندك الضغط منخفض ولا لا ده بسبب الحاجات اللي خدتيها قبل كده؟ لما بنبتدي دايت بحس على طول بكده. لما بتبتدي اي دايت بتحس ان انت عندك خمول وما عندكيش طاقه ومش قادره تكملي يومك، وخلاص بقى حاسه باكتئاب والدنيا خلاص ضلمت، صح؟ بالظبط كده، وخصوصا في موضوع منع السكر والحلويات ده بيبقى المود وحش جدا. والله بصي، هي دي مشكله الناس كلها. يعني عندك اي استفسار تاني على يعني اي سؤال تاني او اي استفسار او اي حاجه حابه تضيفيها؟ هو موضوع بس الخوف من الدايت، حضرتك اكيد عارفه موضوع قله السكر، ولو حد بيبقى الدايت يعني الاكل بالنسبه له هو اللي بيبقى العامل الاساسي تقريبا في تفريغ الطاقه، فهي الجزئيه بتاعت الخوف من الدايت، يعني لو الادويه بتبقى هي تساعدنا اكتر ان احنا نقفل شويه، هيبقى الموضوع بالنسبه لي اريح يعني، ولا لازم نبقى دايت قاسي مع الموضوع؟ انا برضو عايزه اتاكد من هي عايزه تعرف اذا كان هيبقى انت قصدك يعني هتعملي دايت قاسي وانت بتاخدي المنتجات الانا سليم؟ لا 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 خالص، ده احنا بدون دايت وبدون رياضه وبدون حرمان، ويعني كورس مصرح من وزاره الصحه المصريه، وكمان ما فيهوش اي مواد كيميائيه. ركزي معايا يا مشيره، احنا ما فيهوش اي عشان في الاول طبيعي وامن. وبتسال على اي اعراض جانبيه،
لا احنا هنقول لها دلوقتي انه ده بالعكس ده هيظبط لها حاجات كتيره جدا في جسمها. انا هقول لها هو هيروح بدون اثار جانبيه، وهي الدكتور شازا هتتفضل وهتشرح لنا انه ملوش اي اثار جانبيه على جسمنا خالص. ونورتي. عندك اي سؤال تاني يا روحي للدكتور شازا او ليا؟ دكتور ربنا يخليك يا روحي، يعطيك الف عافيه يا روحي. تسلمي لي يا روحي، شرفتينا ونورتينا يا مشيره. وهنرجع لدكتوره شذا دلوقتي وتقول لنا لو سمحتي يا دكتور تعمل ايه من الاخر كده. بصي هي مشكله مش بتاعت مشيره بس لوحدها، كل الناس والله، حتى ممكن الواحد يكون كمان من الناس دي، انه دايما احنا لما بنزيد في الوزن بنبقى عايزين حلول سهله وسريعه، وما حدش يقول لنا ما تاكلوش، لان الاكل ده زي ما احنا عارفين كلنا بنحب ناكل. طيب ازاي انت هتحلي المشكله اللي عندك؟ كورس الانسيليم هيخسسك من 10 ل 15 كيلو في الشهر الواحد، هتحسي ان انت شبعانه مش بتفكري في الاكل، وحتى لما تيجي تاكلي هيتبقى لك يعني جزء صغير جدا في معدتك هو اللي هتقدري تمليه بالاكل. طيب هتظبطي بقيه الحاجات ازاي؟ مفيش اي اعراض جانبيه برضو عشان اطمنك، بالعكس ده كورس الانسيليم كله طبعا مرخص ومصرح من وزاره الصحه المصريه، والمواد الفعاله اللي فيه كلها طبيعيه وامنه، ولا هي بتشتغل على مراكز الشبع في المخ، ولا هي بتشتغل على ان هي تزود لك معدل ضربات القلب علشان تزود لك معدلات الحرق، بالعكس خالص كلها حاجات طبيعيه بتشتغل حتى على ان هي تحسن لك المود عن طريق ان هي بتشتغل على الهرمونات وتظبط الهرمونات اللي موجوده في الجسم. فانت هتقدري تاخدي الكورس وانت مطمنه، هتخسي من 10 ل 15 كيلو، مفيش اي حد هيقول لك اعملي نظام غذائي او احرمي نفسك من اي اكل او ما تاكليش اي حاجه، لا بالعكس الفريق الطبي اللي بيتابع مع كورس الانسيليم بيتصل بيكي كل اسبوع بيطمن، بيعرف انت نزلتي في الوزن كل اسبوع قد ايه، وفي نفس الوقت علشان هم يكونوا مطمنين ان انت كل حاجه تمام جدا معاكي مع كورس الانسيليم. فالنهارده كمان انت هتاخدي خصم 50% على الكورس كامل اللي هو مكون من اربع منتجات: كبسولات الانسيليم واعشاب القهوه الخضراء وكريم شد الترهلات وكمان اقراص الكاتيكا وغسول البشره، هتاخديه هديه والشحن مجانا والمتابعه كمان هتكون مجانيه. حلو جدا 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 جدا، ادينا طمناكم اهو ان كل مكونات الكورس طبيعيه وامنه وبدون اثار جانبيه، وهتاخدوا خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، وكمان متابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. اربع منتجات في كورس الانسيليوم هيظبطوا لك المناعه الجسديه، عشان فيه فيتامين د ومغنيزيوم وكاف 2 اللي هيظبط لك موضوع الكالسيوم في جسمك بعد الولاده، او ابتدينا ندخل بعد الثلاثينات، كلنا بعد الثلاثينات محتاجين كالسيوم. فاقدر اقول لكم ان هيعوض جسمك عن فيتامين د وفي الكالسيوم اللي هو جسمك محتاجه، ونزيد عليهم كمان انه هيظبط لك موضوع الحرق جدا جدا، وهيعلي لك مستويات الحرق، وهتحسي بالشبع لفتره كبيره قوي وقادره تسيطري على الجوع. ونزيد عليهم ان الحرق قلنا تاني هيزيد، وكمان الترهلات هتتشد بالكولاجين والكافيين، والدهون اللي تحت الجلد هتتحرق، وكمان عليهم هديه وهي غسول البشره اللي هو كل مكوناته طبيعيه وامنه، وخصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، ومتابعه مجانيه اسبوعي مع الفريق الطبي. ومعانا سؤال فيسبوك. تمام، قبل ما ناخد سؤال فيسبوك بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نتكلم اكتر عن ان احنا معانا كورس الانسيليم بديل التكميم، بديل للعمليات الجراحية اللي هي بقى حتى لو كان تحويل مسار، وبديل للجلسات زي ما احنا سمعنا ان احنا كان معانا حالة وحالات كتير بتكلمنا ان يا منى والله عملت الجلسات الفلانية او حقنت الحقن الفلانية اللي هي بتاعت تذويب الدهون، وبالعكس بطني رجعت اكبر من الاول، ودي اكتر حاجه احنا بنروح عشان نخسسها، صح كده؟ طب هو في حاجه بديل؟ معانا البديل النهارده الصحي اللي مرخص من وزاره الصحه المصريه اللي يخسسك من 10 ل 15 كيلو وامن وطبيعي، ومن اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه، والتراخيص ظاهره دلوقتي حالا قدامكم على الشاشه، التراخيص بتاعه وزاره الصحه المصريه. وهناخد خصم كام بقى؟ 50% وشحن مجاني ومتابعه مجانيه اسبوعيه. احفظوا بقى مني الكورس، كورس الانسيليم يحتوي على اربع منتجات، هو اقراص الانسيليم واعشاب القهوه الخضراء وكمان كريم شد الترهلات اللي هيشد معانا، ها وما يبقاش فيه ترهلات ويبقى جسمنا مشدود وحلو، ونزيد عليهم كمان اقراص كاتيكا اللي فيها فيتامين د ومغنيزيوم وكاف 2
وكالسيوم وعليهم هديه، يبقى اربع منتجات وعليهم هديه، وهي غسول بشره عشان تبقي امرايا كده تمام وبشرتك تبقى فاتحه وجميله. وعايزه اقول لك الغسول فيه كولاجين بحري كمان، وكمان خصم 50% وشحن مجاني وبدون اثار جانبيه. هنخس بطريقه طبيعيه. وهناخد دلوقتي كورس، سوري، هناخد دلوقتي سؤال فيسبوك لدكتور شاذة لسه منورانا، ضياء الدين ابراهيم بيقول لك: يا دكتور شاذة، والدي كان بيفكر في عمليه التكميم المعده بس ما شجعتوش عليها عشان حاسس ان النزول الصحي افضل، وعايز اطمن هل الكورس صحي لحاله ابويا وسنه 63 سنة ووزنه 94 كيلو وطوله 166. تمام. هو عايز يعرف بقى، هو ما ذكرش أي حاجة تانية، تمام؟ هو بيقول لك هو الكورس صحي لأنهي درجة؟ وعايزين نطمنهم على المكونات التانية. طيب خلينا بقى يعني نتكلم إنه العمر ده يعني حتى لو ما فيش سمنة بيبقى فيه شوية ضغط مرتفع، أو ممكن شوية مثلا إنه نسبة السكر بتكون عالية شوية، أو ممكن في ناس بيكون عندها أمراض في القلب. فالكورس طبعا مكون من أربع منتجات، هما الكبسولات الأناسيليوم وأعشاب القهوة الخضراء وكريم شد الترهلات وكمان أقراص الكاتيكا اللي هي فيتامينات. الكورس آمن من عمر 12 سنة لحد عمر 70-80 سنة، ودي حاجة طبعا ممتازة جدا. ليه؟ لأن كورس الأناسيليوم مفيش ليه أي أعراض جانبية، بالعكس ده هو بيظبط لي ضغط الدم، وكمان بيظبط لي نسبة السكر في الدم، وبيظبط نسبة الكوليسترول في الدم ونسبة الدهون الثلاثية، فكده مفيش أي أعراض جانبية. بالعكس أنا ببقى ظبطت كل الحاجات أو كل المشاكل اللي ممكن تحصل مع السمنة. الكورس بينزل في الوزن من 10-15 كيلو في الشهر الواحد، والممتاز جدا إنه أقراص الكاتيكا اللي هي عبارة عن فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم مهمة علشان عظمنا، مهمة علشان لازم معدلات فيتامين د تكون عالية في جسمنا علشان نحافظ على معدلات الحرق تكون عالية. بالإضافة كمان إنه أعشاب القهوة الخضراء من الحاجات الممتازة جدا علشان كمان تعلي معدل الحرق، تديني نشاط ذهني ونشاط بدني وما يبقاش فيه أي خمول طول رحلة إنقاص الوزن. يعني حتى لو سني كبير هيبقى عندي نشاط. وعايز أقول لك كمان حلو قوي مفيد جدا الناس كبار السن موضوع الكاتيكا ده جدا. صحيح بالظبط، فيتامينات هتفرق معاهم علشان عظمهم اغلبهم بيكون عندهم مشاكل في المفاصل وفي العظم بتاعهم. صح. في الظهر، احنا كل في الرقبه مفاصلنا بالظبط دي حقيقه بتبوظ بزياده اكتر من هي. فكالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم وفيتامين د هنظبط الموضوع ده وهنخليهم بقى يحسوا ان هم قادرين يبقى في نشاط. بالعكس هيفرق جدا مع والده، وهو هتبقى هديه جميله جدا طبعا يقدر يقدمها له. كفايه هو عن عملية التكميم. صحيح. اللي أيوة. عايز يعملها. بالعكس هو برضو العمر يعتبر كبير شوية، يعني هتدخله في جراحة ومشاكل ونتائج وأثار جانبية مش كويسة، فده بديل آمن وصحي ومرخص ومصرح من وزارة الصحة المصرية، كورس الأناسيليوم. حلو جدا. احنا معانا بقى النهاردة كله النهاردة اللي كلمنا 90-85، لا ميار أحمد. ميار أحمد بتقول: صباح الخير يا دكتور، أنا وزني 112 كيلو ومشيت على نظام لمدة 6 شهور وخسيت 15 كيلو بس، ودلوقتي وزني 97 كيلو وزهقت، وأما عرفت إن في كورسات تقدر تنزل 10 كيلو في الشهر زعلت إني ما بدأتش بالكورس وكان زماني مخلصة. كان زمانك مخلصة واللي قاعدة تتفرج علينا دلوقتي وتكلمينا وتقولي لنا أنا بثبت كمان، كان زمانها دلوقتي من الابطال كمان والناس اللي احنا بجد العزاز على قلبنا اللي دايما بيطلعوا الحالات اللي بتطلع معانا وبيبقوا عاملين يعني نجاح كبير جدا. لان كورس الأناسيليوم من الحاجات اللي محققه نجاحات كبيره جدا في مجال التغذيه، يعني حاجه امنه وطبيعيه تديني احساس بالشبع لمده طويله جدا. المشكله اللي بتواجه كل الناس اللي بتبقى عايزه تخس انه عايزين يحسوا بحاجتين، احس ان انا شبعان وفي نفس الوقت ما احسش ان انا جعان ولا ان انا بفكر في الاكل. وما تقوليش احرميني من الاكل ولا وديني الجيم ولا اعملي نظام غذائي ولا اقطعي سكر ولا اي حاجه. بشكرك يا دكتور شاذة، نورتيني وشرفتيني. شكرا. وصلنا لنهايه رحلتنا النهارده، وان شاء الله رحله جديده المره الجايه عن رحله التخسيس، وناخد الكورس الانا سليم اللي هيخسسني بطريقه طبيعيه وامنه، ونطلب من الارقام اللي ظاهره على الشاشه وكمان عليها واتساب او صفحه فان دايت. شرفتوني ونورتوني، مشاهدتكم الحلوه دي، السلام عليكم.